وشب القتال مرة أخرى بينهم، وأخذ حمزة والصحابة يقاتلون بقوة حتى جاءه وحشي فرماه برمح فقتله. فانعكس فعل معصية الرماة على المعركة، فبعد أن كانت في صالح المؤمنين تحولت لتصبح لصالح المشركين. وفر جمع من المسلمين إلى المدينة بعد سماعهم إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفارون لا يلوون على أحد بالرغم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات معه. ولم يبق مع النبي إلا 12 رجلا من الصحابة، منهم أنس بن النضر. أشهد أن لا إله إلا الله